يعني أنا حبيت إجي أزور سيدنا المطران لحتى نرجع نشتغل على بيروت، ورفضنا كل الدعوات بالتقسيم العاصمة وبلبنان. هذا البيت أساسي بحماية هوية لبنان العربية، وأساسي برفض كل هيمنة على قرار البلد وعلى قرار بيروت. أنتم بتعرفوا إنه هذه العلاقة من أيام الوالد، ونحن وأنا مكمل بهذه العلاقة. اليوم البلد واقع أمام أزمة كثير كبيرة، الأزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وللأسف يعني مع الحكومة بدل ما جورة تصغر الجورة كبرت بالوضع الاقتصادي. بالحقيقة أنه لبنان اليوم عم يمر مثل ما قلت لكم أزمة، ويجب كلنا التكاتف لحتى نقدر نطلع من هذه الأزمة، ولكن نتكاتف على الوطن، على هوية لبنان، على أنه نحن لبنانيين نريد أنه ننهض بلبنان. وهذا الشيء الأساسي اللي كان أنا وسيدنا عم نحكي فيه، هو أنه نحن يعني لبنان لازم يكون أولا وأخيرا، وما لازم نتطلع ما يحصل حوالينا. أكيد في أمور كثير بالإقليم عم تصير، ولكن اللبناني اليوم، المواطن اللبناني بده يطلع من هذه الأزمة، وعلينا كلنا أنه نشتغل على إخراج لبنان من هذه الأزمة. هل إخراج لبنان من هذه الأزمة يتطلب عودة سعد الحريري إلى الحكومة؟ وهل صحيح أن شرطك للعودة هو عدم عودة الوزير جبران باسيل وعدم نيله الثلث المعطل بحكومة تكنوقراط؟ ما أنا مع أنا أول شيء لا ساعي أني أعود أرجع ولا شيء. أنا كل اللي عم بقوله، أي رئيس حكومة بده يكون في سدة الرئاسة بده يكون عنده الإمكانية لحتى يقدر يشتغل. هذه الإمكانية بدها عدة عوامل. العوامل إنه اليوم يكون في خبرة فعليا، مش بس يعني تكنوقراط، يكونوا خبرة بهالمجالات بالوزارات، ويعرفوا شو هو الإصلاح الحقيقي. مش نعم نقول بدنا نعمل إصلاح ونرجع يعني بالإصلاح اللي عم يعملوه اليوم، عم يعملوه على كيفه. يعني الإصلاح ما بيصير كل واحد كيف هو بده إياه، الإصلاح بده يصير على بشكل علمي وبشكل كيف العالم عم يقوم بهذا الإصلاح. نحن بدنا نعمل نفس الشيء، يعني مش عم نخترع البارود اليوم. الإصلاح مش اختراع بارود ولا اختراع أو عم نكتشف الغاز اللي عندنا إياه، لا، الإصلاح واضح وصريح بالحكومة اللي كنت فيها. كان في 21 قرار عملته الحكومة آخر جلسة عملته، هول لو تنفذوا اليوم ما عندنا مشكلة بالبلد، مش ما عندنا مشكلة، ببلش الأمور تتحسن بالبلد. ف نعم. بس ما جاوبتوا على الوضع. أنا ما بيتطلب الوضع تكوين جبهة معارضة قدامك أنت ووليد بيك ودكتور جعجع بهالوضع الصعب الموجود؟ كيف بدكم تبلشوا كل واحد عنده رؤية من فردي؟ يعني أنا اللي بدي أقوله إنه شايفنا نحن اليوم، إن كان أنا ولا وليد باك ولا الحكيم، إنه مع هالحكومة كل واحد عم يعارض هيدي الحكومة بطريقته وبالطريقة اللي هو شايفها. مش عم بقول إنه نحن ما في، عم نتواصل أنا ووليد باك دائما على تواصل، دائما على تنسيق، ودائما على العمل على هيدا الموضوع. يعني موضوع الدكتور جعجع أنتم بتعرفوا إنه يعني صار في اتصال، والامور يعني عند الاتصال. بس رح نشوفك بالمعرض؟ نعم رح نشوفك بالمعرض. هتشوفني بالوسط بالسراي. بالسراي؟ لا، شكرا.